عمناير والعام اللي قبله قلت يفهم روح، لكن على مراد ليه الحديث معك زي سيدي عبد الله. قال لك سيدنا ربي يبقيه عسكر المحمديه ما يمكن كان من قمح تونس، يا تجيب لهم قمحه يا نسيبهم عليك ياكلوك. انا ننصحك ترتب السيره معه، فماشي ما سيدنا يقلق منه يبعثوا كاهي على القروان، ولا الشربة تطلع الراس ويغلط في روحه ويزلق زلقة تزول. المرة هذه عملت كيما قلت لي ورجعت القمحة شاك على وجهه ومن باب القشلة. حصيله زايد معك، طلعت قروي بالفم والملاء. نحب قيمة مخازني أربع مرات. معناها 16 مش برشا؟ الفرنسيس إذا ياخذوا قسنطينة والترك إذا ياخذوا بنتنا. سيدنا ماك تعرف كل حد يندب على صلاح بلاده ويجبد الروح. سيدنا باش ياخذوا بنت سلطان ترك زين وعين وصغر 15 سنة عمرها. وين لالا؟ انت هاك مع البنات اللوطة. هيا وين الكف؟ تو تشوف كيفاش راجلك يرجع ويولي يتبع كي العلوش. كنت رجحوا لي بالحق علوش مش مبيض لك كفك كهو. نعطيك مقياسي ديامونت. وأحمد اللي ملقى راحته كان معاك لما نال. أنا هو أحمد. أحمد اللي مشى للكارانتينا وخليني. ولا أحمد اللي بعث لي صباحية باش ما يخلينيش ندخل له. أنا هو أحمد. أحمد اللي تركني عنده فوق العام وما مسنيش. تعرف حد محكي معايا كي محكيت معايا أنت توا؟ كي نبدا بحذايا قلت عليا مانيش موجودة. ساعات نقول كي نهز روحي ونمشي ما يفيقش بيا. هذاك كله مني أنا. دلالتك وربيتك في القطن. شو مدخل القطن وش مدخلك أنت؟ قاسم ما يحبنيش. معربية عندها ولد محمد القاسم وعمره عامي. معناتها مازال ما يفهم شيء من الدنيا. إيش تقصد؟ وكان زبيدة تربيه في دار أبوه من خير جده. أما خير ولاية العطاس يا ريت راح في زنيقي. كيفاش لالا أختي؟ بنتي باش تربي ملقوط ولد قاسم يا حسينة من صلبه. شكون راجل في الدار أنا ولا أنت؟ واه أنت هو راجل سي حيدر. بل واش باش تفتي من غير عني؟ ألا غالب هذاك اش قال لي مخي وقتها؟ ونقول لك الحق خفت على قاسم منك. من اليوم اعتبر روحك بنتي وهذاك ولدي ومش قدام الناس برك. إذا كان عربي الهوني خرجها لما هي ولدي، ما كانش خليهم يدخلوا يفركسوا البيوت ويخرجوا على أرواحهم. ما هي طلعت ماخذة الحايسي لالا. خليت شيخ البذ بعث له صباحية للسوق وبعث زاد يعلم في سيدي شاكر. أما ما فهمتش أنا البنات هذاك مشكون. ثم مرت خليفة الله يرحمه. اختاني من مرت خليفة. أنا نسأل على الزويز الأخرين. طفلة صغيرة. أذكم هدر أخر سيدي الشيخ. كيفاش؟ الاثنين كانوا عايشين في سيدي مردوم. معناتها تحب تفهمني اللي مرتك خرجت من الدار وما تعرفش عليها فين مدغورة. يعني في الوكالة. في الوكالة؟ انت اللي باش تنتم في الكراكه ويجرى فيك اللي يجرى. اش عندي عملت يا سيدي؟ كنت حملي طلقها طن طلقها. اش عملت؟ شي يا سيدي خويا. طفله تقول الارض تشقت وبلعتها. اما مزيت لي ثنيه واحده. ممكن لقات شي شكون وصلها للدستور. باهي. شوف لي واحد ثقه. حبوا من الدستور ولا من دويرة؟ موجود يخرج وحده باش يوصل الجواب العام لسيدنا في باجة ومنها يرجع الدستور. فهمتك سيدي خوي. تحبوا يعرف ثنية عربية؟ ما نحبكش تفهم، حبك تنفذ اللي يقول لك عليه وفهمك ساكت. أنا عربية ما تهمنيش، حاجتي بولد قاسم. وإذا عرف ثنيته يستنى المخازنية يلحقوا من باجة يعلمهم باللي عنده ومنها يرجع للحاضر. ونحاسي رجلها اللي جابوهولي شنعمل فيه؟ نسرحه؟ أنا جلبالي ننزل عليه يرمي قدامي اليمين ويطلقها باش كي نلقاوها ما تكونش على ذمة راجل. وبعد قلت نشاورك خير. الحمد لله عليك رجالك شاهد لقب. علاش سيدي خويا؟ على خاطر ما نحبوش يطلقها. وزيد فكروا باش ما يعملهاش ورعبوا باش كي تجي تحط ساقها في الدار يجيك سقيها على من راسه. ونسرح هو؟ سرح. وزيد وصي الشيخ الرباط يخليها تحت عينه هو والمرأة بتاع الوكالة. نحب نعرف عليهم كل شيء. الله يبارك. يا عبد العزيز فما راجل مدلي شقاله بالكسكسي من ورا الباب ومشي. هذاك عبد الصمد الكراسي بتاع سيدي خير الدين كثر خيره. واش يكون؟ عجب ما تسمعش بيه خير الدين؟ منين باش نسمع بيه يا عمي عبد العزيز؟ هذا بنتي من اكبر العساكر بتاع سيدنا الله يكثر من امثاله. كل جمعه قصعه كسكسي باللي عطاها ربي يجيبها للكراسي. فطور الوليدات بتاع المدرسه وحتى التلامذه بتاع الجامع الكبير. وكيروح التلامذه لبلدانهم عبد الصمد يجي ويجيب لي شقال.
قاسم؟ يا قاسم؟ ربي يهديك يا قاسم وليدي، طيحت لي قلبي. فين لقيته؟ لقيته في حجر الراجل قدام الباب. لازم انت خليت الباب محلول يا بنيتي. يمكن. شكون؟ حمزة، حمزة، عمي عبد العزيز. حمزة؟ اي حمزة الكافي. مرحبا مرحبا بولدي، مرحبا. يا حبيبك يا حمزه، شني حوالك؟ الحمد لله. شني حالك عمي عبد العزيز؟ الحمد لله يا وليدي، الحمد لله. مرحبا يا بولدي. هيا تفضل تفضل، هيا يا سيدي تفضل. بعد السنين اللي قعدتهم في الحاضره، صباح يضربني القلق كيف نطول في الكيف، بالخصوص كيف ما نلقى ما نقرا. جيت على نهايرين ونرجع. يا اخي شو مازالك باش ترجع الجامع؟ هذا الكل ما عادش تنجم تصبر. هو كي تجي الحق مش عاجل اكتب وحدهم نويت نبكر. قلت نشري شويه دبشات، ماك تعرف عمي عبد العزيز، ملبوس الحاضره ماهو ملبوس الريف. صحيح ودي صحيح. قول يا حمزة، أشني حول المليك؟ الحمد لله لاباس، نبلغك سلامة. يبلغ ولدي يبلغ. عمي عبد العزيز، من هو الشنتي اللي شفتها قبيلة قدام باب الدار؟ يطلعش بيه ماجري؟ آه تحكي على قاسم ولد بنتي عربية؟ لا لا، هذاك أبوه زلاسكي من القروان. عجل المحت في رجله شامة تشبه اللي عندي ناو في نفس المضرب. هذاك أبوه مات بالوباء الله يرحمه. الله يرحمه. واللي جبته هو وبنتي يعيشوا معايا هو. ربي لطف بينا، حتى احنا في الكيف ماتوا عنا برشا ناس. برا ارتاح ولدي، راك تعب من السفر برا. الله يبارك. قلت لك ليه؟ ايش بك ترعش؟ يا اخي مريضة؟ ترعش، مش مريضة. توحشتك. أنا توحشتك. تاجع؟ نعم الدم؟ اي خاتم الدم، اعمل به اللازم. شنو هي احوال الامور عاد سيدنا؟ اش باش نقول لك يا محمد؟ ما عادش فاهم روحي. كمان انا نحبها نلقى معها راحتي. وكتاجة حتى بعدك لعملك اللي عملتها وطاحت بها من عيني. كنت فكرها دم يفور. ورجعت نطل عليها. سيدنا راك باهي، راك ملك البلاد، واللي تحلى في عينك تحلى وما يسالك حد. كي تجي تشوف هذا مش حقك برك، بل واجبك. هكا ظهر لك؟ مش هكا يضر لي، هذا هو الصحيح. وانت اش عامل؟ عندنا واخو فتومه واخو سيدنا، ما نجمش نقى راحتي مع مرأة أخرى غيرها. يا مراب تقديكش. سيدنا انت تحبني تقريبا على خاطر اني قديشني ها؟ تلعب يهديك يا حسين. ما عندكش ربي صبر. والله سلطان. حط عليك يا سلطان وبرا ارتاح. كش قبل يا حسين. كش باش. بالاحسان يا حسين. وربي يا خير الدين، لعمري شفت تروح شطرنج بالخوذه كان مع حسين. وراه ما يخلولها، كان كيف يلعب معك انت. الله غالب.
كنت لمو نحس روحي متفهم، وبالخصوص كنا نلعب مع رص كل ما جينا نفطر بحداك تجيب بالي المدرسة الحربية. وعلاش المدرسة الحربية؟ بالك شي خاطر دار كلها كورة. ما فهمتش يا ولدي هالرسوم المالية هذه اللي تعبوا فيها، ما وسهلوا شوية وحركوا أسبابها باش ما تقفش الدنيا. أما أجبد ما ترد الجبل تتهد. اسمعني الساعة سيدي مصطفى. لا مانيش باش نسمعك، أنت توا باش توقف الصرف وتصرح لسيدنا بالعجز. سامحني سيدي مصطفى ما نجمش، طاعت سيدنا واجب عليا. شنو هذا ما نجمش؟ يا أخي أنا قلت لك ما تطيعش سيدنا، قلت لك وكذوا باش ما يلحقوش ضرر. ما نجمش، وحتى كان نعمل اللي قلت عليه مانيش باش نوقفوا الضرر. لا وراي وتضر روحي. صار انت سيدي خويا خايف لتتضر، ما خبتش للبلاد تتضر لو كان سيدنا يواصل على قدامه. فهمني حاجة ساعة، انت الوزير الكبير اللي خشمك في خشمه، لو كان ما توكذوش انت شكون باش يوكذو؟ طيب هذا كلامي خير الدين، انا وانت ورثتم تبعنا كيف نعاش في السوق، وانت تقول لي تقلقت من منعنا الرقيق. مش هذا قصدي، انا اتحدث على امور المالية، اقتصاد البلاد هو اللي يهمني. ايش مدخل هذا في هذا؟ اقتصاد البلاد وقتها كان قائم على بيعان الرقيق والقرص، وهذوما كان يدخلوا لخزينة البلاد مال معتبر. وانا اللي مقلقني بالمنجد هو كيفاش ما وقعش التخميم وقتها في تعويض المدخول اللي كان يجي من جرتهم قبل ما نعانوا. انا بدي من راي خير الدين، من وقتها وانا مدخول بالتوالي. دولة اقتصادها تاعها وخزنتها فارغة، ما تسكر الباب ولا ما تحل باب جديد. وكيف الخزنة ترخ، الجيش يولي ما عندوش قيمة. وبجرة قلم يجر سيس ما ياخذوش مليح القدام على طويل، مش ترجع بالضرورة على البلاد وعلى اللي يعيشوا فيها، وحتى على اللي مازالوا متولدوش. ولا ما ريتش القناص اللي كيفاش يخدموا يا حسين؟ بالمنجد في هذه غلبتني، احنا نحسبوا خطوتين وهم يحسبوا 200، ويضربوا في ضربة قوية على حارتين من رعاياهم في المملكة، يغزروا البعيد. ها حقا على ذكر القناص، قبلت قنصر فرنسا ولا ما زلت؟ أنا بارح روحت من طبربة ومصنع الملف مازال يخدم. يخدم ولا يقعد؟ أنا سبقت رسمي للقنصل مكتوب مؤرخ بالإغلاق، ما قابلنيش وقام استدعاني الحفلة باش عملها في داره. لازم اسمع بك عزب. أنا في بقعتك نبعث له رسمي وتقول له ما نجم يجي لدارك كان ساقي ساق رستم وحسين. خاف لسيدي مصطفى خزنة داري يتغش عليه. واش مدخل سيدي مصطفى في سهرية في دار قنصل الفرنسيس؟ وقتها نكون انا سبب باش نخلي انساب وحسين ورستم يخليو بناتو وحدهم في الدار يمشيو يسهروا في دار القنصل الفرنسيس، زعما ما يخش في خاطره. صبرت عليك ودللتك ياسر وانت ما حبيتش تفهم روحك، وانا ريق هذا ما عادش ناكل منه. انت قلت بعظمه لسانك بناتي ما ياخذوا كان يتقرا علي خواطرهم. قداش بتاخذ بخاطرك انا؟ قداش رجعت مخطاب وقفوا قدام باب الدار وقت اللي كان عندك الوقت باش تختار؟ انت ما قريتش على رايي. اليوم جاني شيخ الاسلام مختبني فيك الولد وما فماش شكون معاه. بابا ولد شيخ الاسلام كبير وماخذ. ما يهمنيش، راك فوت سن الزواج بعامين، وين تحب نمشي معاك؟ شو تحبهم يقولوا عليا مالي حاضره؟ يحكم في البلاد وما نجمش يحكم في بنته؟ الجمعه الجايه نقعد مع ابوه نقرا الفاتحه والسلام عليكم. ادخل. سيدي هذا جابه عسكري بعثه سيدي حسين، قالك انت نسيته في الكروسه اللي روحت فيها البارح. يعطيك الصحه سيدي. رستم هوا نحط السفره. ميسالش باش نستناه، عهدك بيه خلط. الله يبارك. تشرفوا جنة. فاش تقرا؟ ذوق الحمامة. في باليش لي بابا يسنى باش يكون. اقعد اقرا على روحك. لا كان يجي ويلقاني هون يتغش برشا. قريت وانت ذوق الحمامة؟ لا. كتاب باهي برشا وقريبا نكملو. كان نعاودو نتقابلو نعطيك تقرا. كان تحب.